احنا كان جزء من تحركنا انه اهم شيء ان يبقى 17 ديسمبر محفورا في ذاكرة الشعب، جزء من الوفاء وجزء من المسيرة الاستمرار المسيرة ان يكون هذا دماء الشهداء لا يذهب ويش عبثا. هؤلاء ضحوا من اجل ان نكون لنا حرية وكرامة، وبالتالي ما يصير احنا ايضا لا نفي لهم ولا ننساهم.